وحده ومختلف الملائكة. والآن ننصت وإياكم لتلاوة مباركة لقارئ ومؤذن العتبة العسكرية المقدسة الحاج قيصر الدجيلي، حيوه محفوفا ومكللا بالصلاة على محمد وآل محمد. تعجلي فرج مولانا صاحب العصر والزمان، افلح من صلى على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول وآله الأطهار أحسنت وأجدت جزا الله قارئنا ألف خير وأثابكم على حسن الإنصات والاستماع أنه حميد مجيد السلام على الشيب الخضيب السلام على الجسد السليب السلام على الخد التريب السلام على الثغر المقروع بالقضيب فوالله لو أخرتني الدهور وعاثني عن نصرك المقدور ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوة مناصبا فلأبكين عليك بدل الدموع دما ولأندبنك صباحا ومساء تأسفا عليك
وحسرة على ما أصابك. الله يا حام الشريعة، أتقر وهي كذا مروعة بك تستغيث وقلبها لك عن جوي يشكو صدوعة؟ مات التصبر بانتظارك أيها المحيي الشريعة. كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعه. ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعه، ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعه. يا غيرة الله اهتفي بحمية الدين المنيعة، ودعي جنود الله تملأ هذه الأرض الوسيعة. والآن أحبتي جميعا، كلمة الأمانة العامة للعتبة العسكرية المقدسة، يلقيها مشكورا الأمين العام للعتبة العسكرية المقدسة سماحة الشيخ ستار المرشدي، حيه بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الدين. أعظم الله لك الأجر يا مولاي يا رسول الله، وأنت المعزى أرفع لمقام مولاي رسول الله ومولاتي فاطمة أم الأئمة، ومولاي أمير المؤمنين عليه السلام، ومولاي الحسن الزكي، وصاحب المصاب مولاي الحسين الشهيد غريب ومظلوم كربلاء، ولمقام الأئمة عليهم السلام. أعظم الله لك الأجر يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد الهادي، أعظم الله لك الأجر يا مولاي يا أبا محمد الحسن العسكري، أعظم الله لك الأجر يا مولاي يا آخذ الثأر، يا مولاي يا صاحب الزمان، أعظم الله لكم الأجر أيها المؤمنون المعزون، أحسن الله لكم الثواب، وفقكم لخير الدنيا والآخرة، وجعلنا الله وإياكم من الآخذين بثأر مولانا الإمام الحسين على يد مولانا صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف. أيها المؤمنون، إنما نقف في هذه الليلة لنحيي عظمة لا يعرفها إلا الله والنبي والأئمة، نقف عند عظمة الإمام الحسين عليه السلام التي عبر عنها النبي الأكرم أوضح تعبير وجحدته الأمة: حسين مني وأنا من حسين. وأي عظمة أعظم من هذه، من هذا الوصف أيها المؤمنون. ونقف عند عظمة القيم السامية التي من أجلها نهض الإمام الحسين، ومن أجلها ضحى الإمام الحسين أقصى معالم الجود والإيثار لدين الله عز وجل، وأقصى معالم الأخوة والتضحية، وأقصى معالم الدفاع عن المقدسات. ومنها انبرت فتية كبار عظام لبوا نداء المرجعية، وقد رأينا بأم العين كيف استطاعوا أن ينهضوا وأن يعيدوا مقدساتنا وأن يحفظوا حرماتنا وأن يتسابقوا إلى الشهادة، وما هي إلا بركات من بركات منبر الإمام الحسين ومن هذه القضية العظيمة. أيها الأحبة، إنما نحيي تلك العظمة التي قر بها القاصي والداني
عند شهادة الإمام الحسين عليه السلام، فقد ذكر كثير من المؤرخين الذين لا يمكن أن نقول أنهم من صلب هذه المدرسة، مدرسة أهل البيت، وقد أقروا كما ذكر الطبري والبيهقي في كثير من الكتب، أقروا أنه في يوم شهادة الإمام الحسين عليه السلام ما رفع حجر أو مدر في بيت المقدس إلا وتحته دم عبيط أيها الأحبة. وكذلك ذكروا أن السماء بكت على الإمام الحسين عليه السلام دما، وكذلك ذكروا أن الشمس كسفت حتى اتضحت النجوم في منتصف الظهر أيها الأحبة. وليس هذا إلا لتلك الفاجعة العظيمة التي عبر عنها الإمام الصادق عليه السلام، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام. كذلك أيها الأحبة، إنما نقف في هذا اليوم ونتوشح بالسواد ونرفع رايات العزاء لكي نحيي معالم ثورة الإمام الحسين، ولكي نلطم الصدور، لأنه لا زالت هناك نفوس وعقول وأبواق تحمل نفس تلك المعالم، قطع الرؤوس وسبي النساء لا زال أيها الأحبة. ولذلك نبقى نلطم الصدور ونلبس السواد إلى أن ينبري هذا الظلم عن هذه البسيطة بظهور مولانا صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف. أيها الأحبة الكرام، عبر الأئمة عليهم السلام عن أهمية هذه المحاضر الكريمة، فقد قال الإمام الصادق عليه السلام لفضيل: يا فضيل، أتجلسون وتتحدثون؟ قال: نعم، فداك أبي وأمي. قال: إني لأحب تلك المجالس. احيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا، من ذكرنا أو ذكرنا عنده فسالت من عينه دمعة ولو بمقدار جناح الذباب، غفر الله ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. أيها الأحبة الكرام، الإمام الرضا عليه السلام يتحدث لابن شبيب، يقول له: يا ابن شبيب، إن المحرم شهر كان أهل الجاهلية يحرمون فيه الظلم والقتال، لكن هذه الأمة لم ترع حرم لشهرها ولا لنبيها. يا ابن شبيب، إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا. هذه كلمة عظيمة أيها المؤمنون، عزيز أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وآله: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. أيها المؤمنون، باسمي وباسم جميع خدام العتبة العسكرية أرحب بسماحة العلامة حجة الإسلام والمسلمين نجل المرجع الكبير سماحة السيد محمد سعيد الحكيم، سماحة السيد عز الدين الحكيم، مرحبا به في بيت مولانا صاحب الزمان، شاكرا له هذا العناء من أجل هذا العزاء أيها الأحبة. فنستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا أول المعزين، أول من نتقدم إليه بالعزاء هو رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلى
أئمتنا وعلى سادتنا وموالينا على الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه المعزى من بعده، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء. هذه المصيبة الفاجعة الكبيرة، المرأة المفجوعة بقتل ولدها الإمام الحسين، في أخبار أهل البيت عليهم السلام أن فاطمة الزهراء يوم المحشر تنشر قميص الحسين وتدعو وتستغيث وتستجير بالله سبحانه وتعالى وتلعن قاتليه. والصلاة والسلام على سادتنا وموالين الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم، الذين لهم جميعا كان لهم جميعا دور في إحياء هذه الشعائر. الإمام الصادق صلوات الله عليه كان يحيي هذه الشعائر بنفسه ويقيمها بنفسه وفي بيته، والإمام الرضا قضيته مشهورة معروفة عندما جاءه دعبل مهنئا له، ولكنه قلب مجلس التهنئة إلى مجلس تعزية لأنها في أيام المحرم. والمعزى الأكبر اليوم والمعزى الأعظم هو سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، هو صاحب هذا المكان، هو صاحب هذا المقام، لأن هذه الدار داره والبيت وتعود ملكيتها له صلوات الله عليه، هي ملك لآبائه الطاهرين وهو وريثهم. ونحن اليوم في ضيافته وفي مجلس العزاء الذي يقام في داره صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطاهرين، نتقدم إليه بالتعزية ونتقدم إليه ونعظم أجره ونحسن عزاءه في هذه الأيام في ذكرى هذه المصيبة العظيمة، مصيبة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ننشر هذا الثوب، ننشر هذه الراية، راية السواد، لنعلن بدء هذه المراسم التي لن تنتهي إن شاء الله إلى يوم القيامة، إلى يوم الفرج الأعظم، إلى اليوم الذي يؤخذ فيه بثأره صلوات الله وسلامه عليه، إلى اليوم الذي يفرج فيه عن المؤمنين بفرجهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا فرج لشيعة أهل البيت عليهم السلام إلا بفرج إمامنا وسيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان يوم يطلب بهذا الثأر الأعظم، ثأر الله الأكبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا العمل من الإخوة العاملين الذين المتصدين لهذه الخدمة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نؤدي هذه الشعائر وهذه المراسم على الوجه الأكمل الأتم الذي يكون فيه أكثر فائدة وأكثر تربية لنفوسنا وأكثر تزكية لنا وأكثر قربا لنا من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وأكثر التزاما بمنهجهم وإيمانا بقضيتهم وعملا بأخلاقياتهم بتعاليمهم بسلوكياتهم التي جاهدوا وضحوا واستشهدوا من أجلها، وهي رسالتهم التي قدموها إلينا ووظيفتنا في أن نلتزم بتلك الرسالة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم هذا الجهد جميعا، جميع الأخوة المشاركين الملتزمين المتصدين لهذا العمل والأخوة الحضور وكل من يشارك في هذه المراسم. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم جميعا القبول والتوفيق، وأعتذر منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لسماحة السيد عز الدين الحكيم على هذه الكلمات المباركة. كم يا هلال محرم تهجينا، ما زال قوسك نبله يرمينا، كل المصائب قد تهون سوى التي تركت فؤاد محمد محزونا. يوم به ازدلفت طغاة أمية كي تشفين من الحسين ضغونا، نادى ألا هل من معين، لم يجد إلا المحددة الرقاق معينا، فهوى على وجه الصعيد مبضعا
ما نال تغسيلا ولا تكفينا، وسروا بنسوته على عجف المطى تطوي سهولا بالفلا. وحزونا أو مثل زينب وهي بنت محمد برزت تخاطب شامتا ملعونا، فغدا بمحضرها يقلب مبسما كان النبي بشرفه كان النبي برشفه مفتونا. نثرت عقيق دموعها لما غدا بعصاه ينكث لؤلؤا مكنونا. أحبتي الحضور، إذانا لقدوم راية الحزن لمحرم الحرام، راية الظليمة السوداء، راية الطالب بدم المقتول بكربلاء، وبمسير حرس الشرف الذي سيقدمها إلى الأمانة العامة للعتبة العسكرية المقدسة، لنجعلها ترفرف بحرارة قلوبنا وبفيض دموعنا وبهتافنا الذي سيظل مدويا عاليا في أفق السماء. استقبلوا راية الظليمة بنداء لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا غريب، لبيك يا سليب، لبيك يا حسين، لبيك يا عطشان، لبيك يا ظمآن، لبيك يا سليب، لبيك يا خضيب، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. بنداء من سامراء العسكريين إلى كربلاء العباس والحسين، نعلوها صرخة واحدة إلى كربلاء العباس والحسين، لبيك يا حسين، لبيك. لننصت جميعا عند سماع ضجيج هذه الراية الظلماء، عندما نسمع ضجيج هذه الراية السوداء، نقدمها بين يديك سيدي يا صاحب الزمان، لنثأر معك بندائك المظلوم عند أبيك وجدك، وصرخة واحدة لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. لن أنسى لا والله زينب إذ مشت وهي الوقور إليه مشي المسرعين، نادته والأحزان ملؤ فؤادها وتصيح يا ابن الساجدات الركعي أأخي ما عودتني منك الجفا، فعلى ما تجفوني وتجفو من معي أنعم جوابا يا حسين، أما ترى شمر الخنا بالصوت
كسر أضلعي لبيك يا حسين. والآن أحبتي جميعا لنتوجه بأبصار شاخصة وبقلوب منكسرة إلى القبة الصفراء لنجعل شموخ الراية يهتف بحسرة قلوبنا وبحرقة هذا اليوم الفجيع، لنعلو الراية ونثأر مع إمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ومن بيته الطاهر بنداء من سامراء العسكريين إلى كربلاء العباس والحسين، وليستهل حرس الشرف بكردوسه المبارك أمام راية العسكريين عليهم السلام ليأذن برفع الراية على شموخ العز والإباء. حرس شرف، سلام، خذ. نتوجه جميعا لزيارة المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا وارث آدم يا صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإياكم موقن بشرائع ديني
وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم، وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض، فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله. قصدت حرمك وأتيت من مكاني هذا من بيت المولى صاحب الزمان إلى مشهدك، أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. والآن نستقبل وإياكم شجون الزهراء وصوت استهلال الحزن في بيت المولى صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف من شفاه أبت ألا تتمتم إلا لعزاء آل بيت رسول الله، إنه الموفق خادم أهل البيت الرادود الحسيني الملا عمار الكناني، حيوه بالصلاة على محمد وآل محمد. قال مولاي الرضا أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل قال مولانا الرضا يا إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسفل دموعنا وأذل عزيزنا في أرض كربلاء، فعلى مثل الحسين فليبكي الباكو، فعلى مثل الحسين فليصرخ الصارخون وحسين. حسين
مولانا الرضا. وروى ابن شبيب ماذا روى؟ إن جدي الحسين مات عطشانا غريب، تركوه في العراء دمي الجسم سليم. في هذه الرواية التي تقول أن مولاتنا زينب عندما رجعت سئلت من قبل أخيها محمد بن الحنفية ما أهم المصائب التي آذتك في كربلاء، مصيبة الحسين أم مصيبة أبو الفضل أم القاسم أم الأكبر أم الرضيع؟ فجواب مولاتنا زينب تقول كل المصائب كانت بجهة إلا مصيبة واحدة. ما هذه المصيبة يا زينب؟ عندما نادى اللعين أن أدفنوا قتلانا وترك جسم الحسين عاري على رمضاء كرب حسين. زينب تقول من راح زينب والوقت وياي وياي وياي، من راح مر بآه أقضي الليل، من راح راحت روحي ويا عباس، راحت روحي ويا عباس، مرايح ترد لو رد قمر عدنان لي. عندك شك صاحب الزمان يون وياك هالليلة؟ يلا أريد ونا ويا صاحب الزمان. ترد لو رد قمر عدنان. الله 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 يا لي يماي وحق اللي نذبح عطشان، يماي حرت واصرخ يا ابويا ونوب، يماي انا انسلب لو عباس. لا والله ما حد يوصل زينب مولاتي، انا انسلب انا انسلب لو عباس. يمي 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 ولا يمشون فوق النوق بي، ولا يمشون فوق النوق فوق النوق لي. من بيت صاحب العصر والزمان، من دار الإمام المهدي المنتظر، دار الإمام العسكري الهادي صلوات الله وسلامه عليه، نبدأ على بركة الله مجالس الحزن واللوعة والأسى والجزع على سيد الشهداء وعلى مولاتنا زينب صلوات الله وسلامه عليها. شكرا لله تبارك وتعالى إن وفقتنا في هذه الليلة لخدمة سادتنا وأئمتنا الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم. نسأل الله أن يعجل لنا بفرج إمام زماننا المهدي المنتظر، وأن يجعلنا من أنصاره وأعوانه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. استردك إن شاء الله تأخذ راحتك باللطم، فدو أروح لك خطوتين للخلف حتى تأخذ راحتك باللطم، كرامة لصاحب العطر والزمان. الشباب اللي بالأخير شوية خطوتين حتى ينفسح المجال، تقدر ترفع إيدك وتلطم وياي، فدو أروح لك. والليلة مو مال تصوير، عوف لنقالك أبوس إيدك وأبوس نقالك، فدوة أروح لك. يلا يلا شباب يلا فدوة، تعزية تعزية ببيت صاحب العصر والزمان. مولاي الحجة داعيكم هالليلة تقيمون العزاء في داره في بيته. ها يلا ارفع إيدك ويا اللهم عجل لوليك الفرج
اللهم عجل لوليك الفرج. الله 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 يا صاحب الزمان. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لولي يا الله يا الله. اللهم 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 عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لولي ارفع ايدك اشمرها يلا ابوي يلا. اللهم يا صاحب الزمان. قال مولانا الرضا وروى ابن شبي قال مولانا الرضا وروى ابن شبي إن جدي الحسين مات عطشانا غري إن جدي الحسين مات عطشانا غري تركوه في العرى تركوه في العرى دامي الجسم سليب تركوه في العرى دامي الجسم سليب. الله ارفع ايدك في دول ايدك دعاءك الليلة في بيت الإمام. اللهم عجل لولي اللهم إن يوم الحسين أقرح جفوننا أسبل دموعنا وأذل عزيزنا في أرض كربلاء فدوى. إن يوم الحسين أقرح جفوننا أسبل دموعنا وأذل عزيزنا في أرض كربلاء جواب جواب. يا إن يوم الحسين أقرح جفوننا أسبل دموعنا وأذل عزيزنا في أرض يا إن يوم الحسين أقرح جفوننا أسبل دموعنا وأذل عزيزنا في أرض كربلاء. ارفع يديك بدعائك. اللهم عجل فدوة روح لك لا تستعجل على هواك فدوة فدوة لوليك الفرج. اللهم عجل علي نجب هلالي تشينني انتظر فدوة لإيدك مأجور إن شاء الله أبوس الإيدك بس ترفعها أي مأجور إن شاء الله وعلى هواك الطب. علي نجب الهلال الكينني انتظر حاضرها المناح الفاطمة الزهرة حاضرها المناح الفاطمة الزهرة
حاضروا الونوي الآهات حضروها وراياتي المصيبة الكبرى نشروها زينب بالحزن والعبر واسوها زينب بالحزن والعبر واسوها طابع الفاقدين واسيها بالعبر طابع الفاقدين واسيها بالعبر على المهدي على المهدي ليالي الفاجعة الصعبة ينحب على العلويات بالغربة ينحب على العلويات بالغربة الزهرة تريد واحد يحترق قلبه الزهرة تريد واحد يحترق قلبه ومن قلبه يطلع كون الحسرة ومن قلبه يطلع كون هالحسرة الله يبارك بيك إن شاء الله مأجور إن شاء الله بارك الله بيك نحضر بالمجالس نيش بالدمعة نوين وين نوح ويا الناعمين ينعى ليصرخ وحسينا فاطمة السمعة ليصرخ وحسينا فاطمة السمعة تصيح بصوت يا ابني المين قطيع ناحر تصيح بصوت يا ابني المين قطيع ناحر موفق سيد عبد الموسوي نشارك زينب بهذا الشهر يا ناس نساعدها الغريبة ونلطمي على الرأس ساعة يا حسين وساعة يا عباس ساعة يا وياها يويني العالم بأسرة وياها يويني العالم بأسرة هذا الشهر شهر حسين أبو اليمة هذا الشهر شهر حسين أبو اليمة
قميص الفي السما متلطخي بدم، قميص الفي السما متلطخي بدم، نشراوي الزكية صيح يا يما، نشراوي الزكية صيح يا يما، ليالي نهار نارك تظلمي توجر، ليالي نهار نارك تظلمي توجر. جهلال الحزين لينا واجانا الهم، مأجور ان شاء الله، الله يبيض وجهك دنيا واخره ان شاء الله. يا هذا الشهر شهر حسين ابو اليم، قميص قلبي السما متلطخي بدم، نشراوي الزكية تصيح يا يما، ليل نهار نارك تظلمي توجر، ليل نهار نارك تظلمي توجر. حسينا وحسينا، حسينا وحسينا، فدوى صوتك ويا مولاتك حسينا وحسينا. للتعجيل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، صلوا على محمد وآل محمد. رايات المصايب والحزن تبدي، فكرك يمي بارك الله بيك، أعتمد على حفظك. رايات المصايب والحزن تبدي منين؟ من دار الإمام الغايب. رايات المصايب والحزن تبدي من دار الإمام الغايب، حتى أهل السماوات سيدنا الغالي مولاي تاج راسي بعد قلبه سيدنا، صلوا على محمد وآل محمد. نقول رايات المصايب والحزن تبدي من دار الإمام الغايب المهدي، حتى أهل السماوات يبدون العزاءات، حتى أهل السماوات يبدون العزاءات من دار الإمام الغايب المهدي. أريد أسمع منك صلوات ما ليلة واحد محرم بأعلى أصواتكم. ثانية تؤجرون. طلب العون والنظرة من صاحب العطر والزمان في هذا الشهر شهر الحزن، الثالثة بأعلى أصواتكم. ما جري إن شاء الله فكرك يمي. رايات المصايب والحزن تبدي من دار الإمام الغايب المهدي، رايات
مات المصايب والحزن تبدي من دار الإمام الغايب المغدي حتى للسماوات يبدون العزاءات حتى للسماوات يبدون العزاءات من دار الإمام الغايب المهدي من دار الإمام رايات المصايب رايات المصايب والحزن تبدي منين يلا ابويا الليله بدايات ابويا رايات المصايب والحزن تبدي حتى للسماوات يبدون العزاء هلا 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 حتى من دار الإمام الغايب المهدي من دار الإمام أنا لو بغير مكان لو بحسينية لو بجامع لو بساحة لو بكذا أقول لك يا أبا أرفع جوابك أرفع لصوتك بس بعد أنت في بيت الإمام صاحب الزمان يواوع لك ويشوفك مولاي العسكري مولاي هذا اليوم احنا في ضيافتهم السيدة نرجس السيدة حكيمة سلام الله عليها يلا واحد محرم ما أحشمك على العزاء ولا أقول لك ابشع على الحسين ولا أقول لك جاوب على الحسين بس أقول لك صاحب الزمان يباوع عليك ارفع عليك فدوة أروح لك يلا أبويا وين يدك رايات المصايب والحزن تبدي منين منين من دار الإمام ما اسمعك مو قبول بوي هالصوب رايات المصايب وين فدوة لهالصوت فدوة من دار الإمام حتى أهل السماوات حتى أهل السماء هلا يبدون العزاء ما شاء الله اي من دار الإمام الغايب على الهواء ثقيل من دار الإمام الغايب بس ايش مريدك فدول ايدك رايات المصايب والحزن تبدي من دار الإمام اي حتى للسماء هلا يبدون العزاء فدوة منين من دار الإمام راح اسكت اخير مره لك راح اسكت من دار الإمام الك بعد فدوة روح لك رايات رايات الموصى هلا هلا من دار فدوة هالجواب عجبتني والله فدوة رايات الموصى ما شاء الله حتى للسماء من دار من دار الإمام من دار الإمام دم تهمل يا مهد على الجرع عيونك فدول أروح لك مأجور إن شاء الله دم تهمل يا مهد على الجرع عيونك وفاتح باب قلبك للي يعزونك
ما يكمل عزاء حسين من دونك ما يكمل يا من نار الخيام موجوة بجفونك يا من نار الخيام موجرة مدر من البعد يا ابن الحسن نشكي مدر على الجارة ويعمتك نبكي بدموع وهتافات يبدون هلا بدموع وهتافات من دار من دار الإمام الغايب فدوى روح لك من دار الإمام رايات المصايب والحزن تبدي رايات ايدك ايدك ما شاء الله حتى أهل السماوات حتى أهل السماوات يب